نتطرق في كتاب تحت الطبع لحضرتك حاليا عن نقد الخطاب السلفي. لو قلنا في يعني في مجمل سريع عن هذا الكتاب وما يحمله من رسائل مرتبطة بما يحدث الآن على الساحة المصرية. أظن أنه السؤال الأخير قبل الأخير، لأنه السلفية فهمت لدينا خطأ بأنها ترتبط بالديانات، مع أنها أيضا ترتبط بالأيديولوجيات. أي شيء بالضرورة، يعني كل فكر يحاول أن يجد في الجماعة المؤسسة مرجعية له فهو فكر سلفي. وقد تذكر أنت يا دكتور محمد من كانوا يمكن أن نسميهم الماركسيون السلفيون، عندما تسألهم سؤالا يجيبون بماركس وإنجلز، سلفية ماركسية. فكما أن هناك سلفيون إسلاميون ومسيحيون ويهود، هناك سلفيون ماركسيون، وهناك سلفيون قوميون، وهناك سلفيون ليبراليون. إذن السلفية هي البحث عن اللحظة الذهبية، الفترة الذهبية. الذهبية الأفضل. نعم. وفي الإسلام هي القرون الثلاثة الخيرية الأولى، نسبة إلى قول رسول الله خير القرون قرني والقرن الذي يلي. وهم يقصرون تفسير القرآن والسنة على من يسمونهم السلف الصالح، أي تلك الجماعة التي تصدت لتفسير القرآن والسنة، ويرون أن هذا التفسير صالح في كل زمان ولكل مكان. وهذا خطأ صراحة، لأن في تجميد. الواحدة الأخرى أن شيخ السلفية وهو أحمد ابن حنبل الذي يقدمونه على أنه أول من عاش المحنة، لأنه في عصره ظهرت ما يسمى محنة خلق القرآن، هل القرآن مخلوق أم، والحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن أحمد بن حنبل لم يعش محنة، وإنما عاش صفقة. لماذا؟ لأنه كان يحاول أن يحدد العلاقة بين السلطة الزمنية ممثلة في الحاكم والسلطة الدينية ممثلة في الأمير. وسوف نلاحظ أن أريد الحاكم والأمير، الإمام والأمير، الإمام والأمير. وهذه المسألة وصلت في نهاية القرن السابع عشر إلى في نجد إلى محمد بن عبد الوهاب كإمام، ومحمد بن سعود كأمير. يعني هذه هي المسألة. وأكملها من بعده الشيخ المصري أبو جعفر الطحاوي، ثم الشيخ تقي الدين ابن تيمية الذي صاغها صياغة محكمة، صاغ الخطاب السلفي صياغة محكمة، وحدد مجموعة المبادئ التي لا يجوز الخروج عليها للمسلم، ومن ضمنها طبعا العودة إلى ما قدمه السلف الصالح حول القرآن والسنة. لكن الصحيح هو أن الإسلام بدأ بالقرآن والسنة، ثم مع الشافعي بدأ
الفقيه. لا، بدأ عفوا رفع السنة إلى مستوى القرآن، ثم بدأ بعد ذلك السنة على حساب القرآن، ثم بدأ الفقه. أربع مراحل تقريبا. نعم نعم، إن صح مرحلة هذه المسألة. أنا ركزت على بلدان ثلاثة عربية للتعرف على السلفية فيها. السعودية باعتبارها يعني منشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوهابية، ومصر باعتبار أنها سلفية قبل الستينات، كانت هذه الجماعة جماعة السنية السنيين، ويعني تطور الجماعة حتى تأسيسها بعد ثورة 25 يناير. ثم المغرب، لأن السلفية الوهابية بدأت في المغرب سلفية وطنية، بل وهي التي قدمت الشهداء في معركة الاستقلال الوطني ضد الفرنسيين، لكنها لم تلبث بعد الاستقلال أن حاولت السعودية وتحاول أن تدخل بواسطة زرع مدارس وجامعات ومنح ومساعدات، ولذلك السلفية الوهابية الآن تسود في المغرب. وهو ما يمكن أن يفسر لنا أن الوزارة المغربية القائمة الآن وزارة سلفية. فأنا أخذت المسألة من خلال، لكن طبعا السلفية منتشرة في كل أنحاء العالم الإسلامي، بل وفي العالم الغربي هناك تيارات سلفية، والحديث لا يجوز عن سلفية واحدة، وإنما هناك سلفيات على معنى وجود فصائل. يعني عندنا مثلا سلفية محمد حسان، وسلفية أبو إسحاق الحوين، وسلفية محمد سعيد يعقوب، وسلفية محمد رسلان، وسلفية رجل اكتشفته يقيم في بني سويف وله دار طباعة ودار نشر، وأصدر 94 كتابا في السلفية، وكل كتاب مطبوعات فاخرة، ويباع بثمن زهيد 7 جنيهات و8 جنيهات ذهبت، ما زال قائما. دكتور سعيد العفاني، دكتور هو طبيب بشري، سعيد العفاني صاحب دار العفاني للطباعة والنشر، وله كتاب عن الشيخ عبد العزيز بن الباز الرجل الرباني، وله كتاب في هجاء طه حسين وسبه، وله كتاب في سب عبد الناصر وأن جيش تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ لم يستطع أن يصمد لعدة ساعات في يونيو 1967. حاجات عجيبة جدا يعني. إذن الكتاب الذي أنا بالصدد الانتهاء منه، وقد انتهيت منه وطبعته، وأنا الآن بأعيد تصحيحه، هو يعني كتاب يمكن أن أطمع أن يكون كتابا مرجعيا، لأنه يتناول السلفية على مستوى الخطاب ومستوى الحركة منذ أحمد بن حنبل وحتى نادر بكر.